أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج الإمارات 2031. واليوم أنا موجود في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عشان نتعرف على الأنظمة الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي اللي موجودة عندهم. تعالوا خلونا ناخذ جولة وياهم. تتبنى إسعاف دبي أساليب جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإسعاف الحالات وإنقاذ حياة المرضى، ومن بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المرضى وبالتالي تخطيط أماكن النقاط الإسعافية والأجهزة اللي تحتاجها كل منطقة حسب الحالات الأكثر انتشاراً واحتياجاً للإسعاف. وأعلنت المؤسسة عن توجهها نحو تعزيز الاعتماد على الطبيب عن بعد في إسعاف الحالات، مشيرة إلى أن 70% من الحالات اللي تم نقلها للمستشفيات هي حالات بسيطة أو متوسطة، وأكدت أن أكثر الحالات البسيطة والمتوسطة يمكن التعامل معاهم عن بعد من خلال طبيب الطوارئ سواء في المستشفى أو غرفة عمليات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. مؤخراً كشفت مؤسسة دبي للإسعاف عن خطتها الاستراتيجية 2022-2025 واللي تتضمن ثلاث غايات استراتيجية أساسية ترتكز على ريادة العمل الإسعافي المتخصص وتوفير مصادر متنوعة ومستدامة للمستقبل وتوفير أنظمة مؤسسية رشيقة كفؤة وفعالة. تقدم إسعاف دبي في الوقت الحالي 26 خدمة متنوعة، وعندها 122 نقطة إسعافية على مستوى إمارة دبي، وعندها أكثر من 1600 موظف وموظفة من بينهم 1300 من الطواقم الإسعافية والطبية والفنية. إسعاف دبي تسعى إلى تحقيق الخدمات بأعلى جودة، وعشان تتحقق هذه المعادلة تم إدراج أنظمة ذكية وأنظمة ذكاء اصطناعي ساهمت في إنقاذ آلاف المرضى وجعلت تقديمهم الخدمات أسهل وأسلس. تسعى المؤسسة لتبني أساليب جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال ممارسات مبتكرة تربط بين خدمات المؤسسات والهيئات في القطاع العام والخاص، بما تضمن رضا أفراد المجتمع وطمأنينتهم على مستقبلهم الصحي وإيجاد من يعمل على إسعافهم وإنقاذهم من طواقم الإسعاف وأفراد الجمهور في أقرب وقت ممكن. ففي برامج ومبادرات مشتركة بهذا الخصوص مع كل من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في الإمارة، لأن اللحظات اللي تفصل بين الإصابة والوصول للمستشفى تعد الأهم والأكثر تأثيراً على مستقبل المرضى فيما يتعلق بصحتهم وممارساتهم لحياتهم المستقبلية بشكل طبيعي. أستاذ فارس مساء الخير وحياك الله في الإمارات 2031. يا مرحبا بك. في البداية اليوم إسعاف دبي أكيد عندها الكثير من الخدمات الذكية اللي تساهم في تقليل الوقت عشان نوصل للمرضى بشكل أسرع. نعم. من ضمن هذه الخدمات شو هي بالضبط؟ تم إطلاق تطبيق ديكاس SOS لهذه الخدمة. أكيد، وعلى شو يحتوي تحديدا؟ خدمة ديكاس SOS أو تطبيق ديكاس SOS المميز والذي يرتكز بشكل أساسي على طلب خدمة الإسعاف الطارئ، حيث يساهم في رفع سرعة الاستجابة من خلال تحديد
الموقع الفعلي لطالب الخدمة، حيث يقوم طالب الخدمة بكبسة زر واحدة اللي هي زر أو اللي هو زر SOS، وبإمكانه الوصول للمرسل الطبي لدى مصدر خدمات الإسعاف خلال ثواني. والتطبيق هذا يحتوي أيضا على خدمة سامع وعلم لأصحاب الهمم ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وإمكان هذه الفئة من طلب الخدمات الإسعافية التي تلبي احتياجاتها الصحية. وأيضا في بعد هناك أو في التطبيق هذا يتيح للمستخدم أو المتعامل بتوثيق البيانات الملف الشخصي للمريض أو المصاب في التطبيق، بالإضافة إلى السجل الطبي له. وأخيرا بإمكان المتعامل الوصول إلى أقرب المستشفيات والصيدليات عن طريق التطبيق هذا. أكيد من ضمن التطبيق أكيد في برامج ثانية موجودة فيه، ومنها برنامج استجابة. لو نتعرف أكثر عليه بعد. برنامج الاستجابة هو عبارة عن برنامج توعوي يهدف إلى نشر والوعي لدى المجتمع بالتعلم بمهارات الإسعافات الأولية. ونحن صراحة نحاول أن نشمل هذا البرنامج التوعوي أكبر قدر ممكن من المجتمع حتى يتمكنوا من الاستجابة الأولية قبل وصول الإسعاف أو الدعم الطبي. بالإمكان الأطفال كذلك من عمر 12 سنة وفوق التسجيل في هذا البرنامج والمساهمة في رفع سرعة الاستجابة وبالتالي إنقاذ أرواح البشر بشكل عام. بالفعل يعني برجع معاك النقطة قلتها لي أول شيء لما تحدثنا عن التطبيق اللي أطلقته اللي هي تحديد موقع المريض. يعني اليوم مهم جدا أن احنا نحدد موقع المريض ونوصله بشكل أسرع. فهذا التطبيق أكيد ساهم في هذه النقطة وسهل نقدر نقول الملاحة الإسعافية اللي موجودة عندنا. يسهم الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية في المشروع من خلال تحليل كم ضخم من البيانات للوقوف على الحالة الصحية للمرضى وتوقع تطوراتها، ومن ثم توفير توجيهات صائبة ودقيقة عبر التطبيق الإلكتروني لمستخدميه من الأفراد العاديين حول الإجراءات اللي يجب اتباعها، فضلاً عن إمكانية التواصل المرئي مع الطاقم الإسعافي لدعم القرارات العلاجية الفورية الواجب اتخاذها لحين وصول الطاقم، حيث يسخر التحديات اللي تواجههم والمتمثلة في تنوع الثقافات في إمارة دبي وصعوبة تحديد الأماكن بدقة عالية وعدم تمتع شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بالوعي الكافي لتقديم خدمات الإسعاف الأولية وتحويلها إلى فرص تدعم تطور بيئة الخدمات الطبية والإسهام في تعزيز مستوى الصحة العامة في دبي. ومن المنتظر أن يكون للمشروع أثره الإيجابي الكبير والمباشر على صحة المجتمع، لا سيما أن 80% من البلاغات اللي تطلقها المؤسسة تصنف ضمن الحالات البسيطة. نروح لنقطة ثانية واللي هي أتوقع مهمة جدا واللي هي أساس الإسعاف، سيارات الإسعاف. نبي نتعرف على الأنظمة الذكية اللي أدرجت في سيارات إسعاف دبي وشو آخر التحديثات والتطورات اللي انضافت لها. مركبات مؤسسة دبي خدمات الإسعاف طبعا جميعها مجهزة وطورت بأحدث التقنيات التكنولوجية، من ضمنها على سبيل المثال أول شيء نقول نظام تتبع ذكي للمركبات هذه، متى تستجيب ومتى تتوقف متى تكون جاهزة وغيرها. وفي نظام التتبع الذكي للحالات المرضية نفسها أو الإصابات، وكذلك نقل البيانات هذه بيانات المرضى للمستشفيات. فهذه الخدمات كلها موجودة وكلها ذكية واستباقية. جميل. أنا كنت في زيارة لقسم الورشة عندكم تحديداً وشفت الكثير من أنواع سيارات الإسعاف. يعني في أنواع مختلفة، مثلاً المستجيب الأول، وحدة العناية بالقلب، وأيضاً الإسعاف العادي. نبي نعرف الفروقات شوي عن هذه المركبات وشو تختلف كل واحدة عن الثانية. جميع المركبات هي مركبات الاستجابة الحالات الطارئة، لكن المستجيب الأول من اسمه يعني نعرف أنه يستجيب بشكل سريع أو أسرع. المسعف اللي موجود في المستجيب الأول
إذا شاف أن المريض أو المصاب محتاج لدعم إسعاف آخر يطلب الإسعافات الأخرى المتخصصة، مثلاً على سبيل المثال للنساء والأطفال مركبة الأمومة، إسعاف الأمومة، أو مثلاً لمرضى القلب مركبة العناية المركزة، وكذلك المركبات الأخرى مثل أصحاب الهمم أو ذوي النقل الخاص على سبيل المثال. جميل. أيضا في مركبات ثانية شفنا المركبات الكهربائية أتوقع والدراجات الكهربائية. نعم. كيف يتم استخدامها وتوظيفها في الشوارع؟ هذه كلها كمستجيب أول، ويتم وضعها في الأماكن الضيقة على سبيل المثال منطقة الرفاعة أو منطقة نايف بحكم ضيق الشوارع اللي فيها، فنستخدم هذه الدراجات الهوائية أو النارية في مثل هذه المناطق للاستجابة بشكل أسرع. توفر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارات إسعاف ذكية تعد الأحدث والأسرع عالمياً، وتمثل ثورة على النمط التقليدي لسيارات الإسعاف في العالم، واللي تتماشى مع خطة دبي نحو المستقبل. فالمركبة الحديثة توفر من 20 إلى 30% من الوقود، وتحتوي على النظام فيرنو إنتريكس لتقليل الأعطال الفنية ورصد المعلومات، كما تحتوي على نقالة فيرنو ENX الأحدث والأولى في المنطقة، وهي تقلل من إصابات المسعفين، وأيضا نظام تتبع وتحكم متطور من شركة ACATEC يحدد موقع الإسعاف ويرسل المعلومات للمستشفى، وأيضا نظام واي فاي للربط مع الشبكة داخل المركبة، ويساعد في التصوير بزاوية 360 درجة، ويسهل إعادة المركبة للخدمة سريعا. تحتوي إسعاف دبي على أسطول ضخم من مركبات الإسعاف، منها السيارات الخارقة والرياضية، وهذا لتلبية النداءات بأقصى سرعة ممكنة وتقديم خدمات تناسب جميع شرائح المجتمع. وأيضا سيارات الإسعاف تتنوع بين المسعف السريع والدراجات الهوائية وأخرى نارية، وسيارات الجولف والدفع الرباعي والمستجيبات، وكذلك أيضا الباصات. كما تتنوع الأجهزة الطبية المستخدمة في المؤسسة بين تجهيزات مبتكرة تشمل أجهزة دقيقة وأدوات مساعدة يستخدمها المسعفين والفرق الطبية مثل التترا اللاسلكية، واللي تسهل الاتصال بين فرق الإسعاف والنقالات ذاتية الخدمة، وجهاز لايف باك 15 وهو جهاز متطور لتخطيط القلب والعلامات الحيوية للمريض، وجهاز إنعاش القلب الآلي اللي يستخدم في حالات النوبات القلبية واحتشاء عضلة القلب، بالإضافة إلى جهاز الكيرمونكس لإرسال بيانات المريض من المسعف إلى المستشفى. ونجحت المؤسسة أيضا في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن مبادرتها المستجيب الخارق كأسرع سيارة إسعاف في العالم. هذه السيارة من إنتاج شركة دبليو موتورز، واللي تتخذ من دبي مقرا لها، وتكلفت 13 مليون درهم لما تتميز به من أعلى مستويات الفخامة. وقد تم تزويد وحدات الإضاءة الأمامية للسيارة بنحو 440 ماسة مبطنة، وتم استخدام خيوط الذهب في حياكة البطانة الجلدية الداخلية للسيارة، واللي تم طلاء سقفها الداخلي بالذهب، وتبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة، فبالتالي بتكون أسرع سيارة إسعاف في العالم. اخيرا ابي اعرف معك الخطط المستقبليه اكيد لادراج الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكيه في الاسعاف دبي. طبعا في خطه موضوعه لاطلاق بعض الخدمات الذكيه، ولكن لم يتم حتى الان اطلاقها، وان شاء الله فور اطلاقها بيتم الاعلان عنها ان شاء الله. اكيد. رساله اخيره انا دائما اخذها من يعني نقدر نقول من رجال المهام الصعبه مثل المسعفين، رساله اخيره توعويه للمجتمع، يعني ممكن ان تساهم في إنقاذ حياة شخص تقدم منك كخبير في عالم الإسعاف. نعم. أنا أقول في رسالتي أن على كل شخص موجود في المجتمع الإماراتي بشكل عام أن يساهم في إنقاذ الأرواح من خلال المشاركة في برامج مثل برنامج استجابة، يأخذ الدورات والورش التوعوية هذه موجودة على أساس أنه يكون هو في بيته ينقذ أو يساهم في أي حالة لا قدر الله حصلت في البيت أو في الشارع، ويكون فعال لإنقاذ حياة البشر بشكل جميل. كل الشكر الجزيل. العفو.
وبالعودة إلى الجائحة وفي إطار تعامل إسعاف دبي مع الأزمات والطوارئ، قامت إسعاف دبي بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل، بما يتلائم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحوصات ويضمن راحة المتعامل، حيث تم تحويل كابينة الإسعاف إلى مختبر طبي متنقل يحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص، وأيضا جهزت بحقائب معلقة لحفظ المواد الطبية تسهل على المسعفين التحكم في نقلها من مكان إلى آخر. وتضم أيضا تقنيات ذكية وأجهزة متطورة، منها جهاز التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمتعاملين، بالإضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة، ومزودة بنظام الإحصاء الصحي حصانة البيانات مع قارئ الهوية الإماراتية، حيث روعي في تصميم الوحدة التوظيف الأمثل للمساحة الداخلية للمركبة، بما يعين المسعفين على أخذ القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالفحص بسهولة ويسر كاملين. ولين هني مشاهدين نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم، كل الشكر لكم على المتابعة وفداعة الله.